ازيكم يا حبايبي؟ النهارده باذن الله من بواقي اللحمه المسلوقه هنعمل الطاجن الحلو، طاجن اللحمه بالبصل. وهنا يا حبايبي هنعمل برضو من بواقي اللحمه المسلوقه هنعمل الكبسه الجامده دي، التحفه دي. كل ده هيتعمل في اقل من ربع ساعه، وده الزيتون اللي احنا خليناه مع بعض. ولو حابه تشوفي الفيديو بتاع الزيتون انزلي شوفي كده في صندوق الوصف ان شاء الله، تشوفي الرابط او هتلاقيه في القناه. ويلا نشوف عملنا ايه باللحمه المسلوقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم نوجه. لو انت اول مره تشرفيني في قناتي يا ريت تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده بقى انا جايبه لكم حاجه جميله جدا، هنعمل اعاده تدوير للحمه المسلوقه. لو عندك لحمه مسلوقه مش عارفه توظفيها ازاي هقول لك على طريقتين النهارده ان شاء الله هنعملهم مع بعض. هنعمل باذن الله طاجن جامد جدا جدا، وهنعمل مع بعض الكبسه الجنين. يلا بسرعه وهنعملهم بابسط ابسط الطرق عشان حبايبي اللي لسه بيتعلموا معانا. انا هنا على النار هحط شويه زيت واحط معلقه سمنه، وهتقطعي اللحمه بتاعتك زي ما انت عايزه تقطعيها. لو انت حابه تقطعيها صغيره عن كده شويه، او تقطعي الحته على حتتين، او تسيبيها كده، دي حسب الرغبه معانا في الكبسه. معايا هنا بقى بصلايه كده مقطعاها عشوائي برضو اي حاجه زي ما انت حابه. هبدا اشوح في البصله بتاعتي لغايه بس ما تدبل. يا حبايبي البصله بدات اهي ان هي تخش في التحميص. هبدا اجيب بقى ورقتين لورا او اللي هو الورق الغار حسب ما انتوا بتسموه في اي بلد اهو. احط حبهان، احط معايا شويه بهارات كبسه. هتحطش معاكي قرفه خشب، هتحطش معاكي لومي، انا للاسف مش عندي، بس عادي هيمشي حالنا. برضو احط كزبره ناشفه، حط فلفل اسود، حط الماجي، هبدا اقلب بقى الحاجات الحلوه دي معانا والروايح الجميله دي. هبدا اجيب اللحمه اهي يا حبايبي، هنزل بيها كده. هبدا ان انا بقى اديها لون مع التوابل الجميله دي عشان تاخد ريحه وطعم الكبسه. هكون غسلة الرز بتاعي، طبعا الرز البسمتي على كل كوباية رز كوبايتين مية. هنا يا حبيبي بدأت اهي اللحمة تاخد لون، هبدأ انزل عليها بالرز. هبدأ اهو ان انا اقلبها، اقلب الرز واجيب معايا مية سخنة من الكتل عشان احطها على الرز بتاعي. هنا هبدأ احط كركم او بابريكا، كركم او زعفران المتواجد عندك. حطيت كده حوالي معلقه صغيره، هنزل بالميه بتاعتي كده. ما تنسيش بقى تحطي الملح، وانا طبعا ما عنديش لومي فاحط ليمون عادي كده برضو هيبقى طعمه حلو. وهبدا احط الملح بتاعها واقلبها واغطيه، لما يشرب الرز هطفي هوطي عليه خالص واسيبه بقى لما يستوي براحته. هنا بقى نبدأ نعمل الطاجن اللحمة الجميل جدا ببواقي اللحمة المسلوقة. هنا معايا معلقة سمنة كده هسيبها تسيح واحط عليها شوية زيت. هنا يا حبايبي هبدأ اجيب اللحمة بتاعتي وانزل بيها. هنا يا حبايبي اهو اللحمة بدأت تاخد وتدي كده مع السمنة. هبدأ ادي معلقة ثوم كده محترم محترمة يعني كده كبيرة عشان تدي بقى الريحة للطاجن والطعم للحمة تحفة جدا. هبدأ اشوح كده واقطع بشرتين كبار، اي تقطيع عشوائي او اي حاجة، هو كده كده ده طاجن لحمة بالبصل فعايزين بشرتين كبار ويكونوا متقطعين اي حاجة يعني مش هتفرق. اهو يا حبايبي بشرتين كبار، لو حسام كتير ممكن تقللي عادي، بس انا عاملاه طاجن بالبصل فلازم يكون البصل معايا كتير. هبدا بقى اشوح البصل مع اللحمه مع الثوم لغايه ما البصل بس يبدا ايه يلون حاجه بسيطه كده ويتسكر معايا.
اهو هنا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله بدأ البصل يدبل معايا، او بمعنى اصح يسكر. جبت معايا طماطمايه كبيره وقطعتها وهنزل بيها اهو يا حبايبي كده القطايه. هبدأ اقطع برضو فلفل رومي او فلفل حامي اللي عندي، فلفل الوان. احنا هندلع نفسنا، هندلع الطاجن بتاعنا معانا. هتبدأي تشوحي القوطه مع البصل كده واللحمه، وهجيب الفلفل معايا الرومي اهو كده يا حبايبي. نزلت بالفلفل هنا بقى خلاص المرحله دي الاخيره. هبدا بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، هتكون عباره عن فلفل اسود والسبع بهارات، ومش هكتر اكتر من كده عشان انا عايزه طعم البصل واللحمه والثوم يبان معايا، ما يكونش مغطي عليه البهارات الكتيره اللي بنحطها. وهحط ربع كوبايه ميه وهدخلها الفرن لمده 10 دقائق، وهيبقى معانا الدنيا تمام التمام. ونيجي هنا نبص على الرز البسمتي بتاعنا او الكبسه. هنا اهو يا حبايبي الدنيا بدات تشرب وبدات تبقى تمام التمام. هبدا بقى ان انا اغطيها واسيبها بقى. هنا يا حبايبي اهو ما شاء الله اللهم بارك، الطاجن بتاعنا جاهز للاكل. هنروح نغرف ونشوف الكبسه عامله معانا ايه. اهو يا حبايبي ما شاء الله كده الكبسه معانا تمام التمام واستوت. يلا نغرف بقى ونشوف الحاجات كده يا حبايبي. انا خلصت وغرفنا احلى طاجن بجد تحفه. عايزه تعمليه في طاجن، عايزه تعمليه في صينيه بايركس، عايزه تعمليه في اي نوع صينيه عندك هينفع ويمشي حاله. بس هو اسمه كده طاجن اللحمه بالبصل، عملناه باللحمه المسلوقه، عملنا اعاده تدوير. وده يا حبايبي الزيتون اللي كنا عاملينه مع بعض. ولو انت اول مره تشرفيني هنزل لك اللينك بتاع تخليل الزيتون، تحفه جدا، ما خدش معايا غير 3 اسابيع بس. وهنا كبسه تحفه جدا، ريحتها جنان جنان جنان، وهتعجب اولادك ان شاء الله. عملنا اكلات حلوه جدا ببواقي اللحمه المسلوقه اللي كانت عندنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو دوسي لي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني في قناتي فضلا وليس امرا ادخلي وشوفي محتوى القناه باذن الله يعجبك، ودوس اشتراك وفعل الجرس وشيري الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.